السلام عليكم. اولا نهضروا على المقابله اللي دازت البارح بين نادي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. المقابله دازت تكتيكيه، كانت في الاول كان الحيطه والحضار، ومن بعد ما الرجاء سجلوا الهدف تحركت المقابله وجا داك الهدف ديال التعادل، لان كان واحد الخطا ديال سميتو في الاورجا، ولكن تحسب الهدف والنتيجه على بالنسبه لي كانت عاديه. لو كانت عندنا واحد الاسبقيه باش نكونوا منتصرين في هذه المقابله ونحتلوا الصداره، وحتى دابا راه باقي نحتلي الصداره ووصلنا دابا للدوره 17 وباقي بدون هزيمه، ونتمنى ونبقاو غاديين بهذه الوتيره، ولكن خص ضروري باش نفوزوا بهذه البطوله ان شاء الله. حق اخويا، لا هذه القضيه دي انا راه كتضر في القلب، ما نكذبش عليك، كنقولوا راه غيجي واحد النهار غادي يقولوا بان ما كاين مشكل. الجمهور راه سواسيه، كاين جمهور ديال الضاربي، دا كاين جمهور ديال مراكش، كاين جمهور ديال الرباط، كاين كاع بحال سواسيه، ولكن في هذا الظرف هذا راه هادشي كتب بزاف وحطوا على جمهور الرجاء بزاف، منع سميتو الحضور للمقابلات لا داخل ولا خارج الدار البيضاء، وهادشي راه مؤسف والله العظيم، لا مؤسف باش جمهور عالمي يحتقروا حتى للدرجة. في كل مشكل حضرنا الجمهور، راه بين الجمهور ديال الرجاء، مشينا لمصر، مشينا لتونس، مشينا للجزائر، مشينا لسوريا، الاحترام والتشجيع وما كاين لا مشاكل لا والو. حتى دابا عاد دابا ولينا جمهور مشاغب، فين هاد الشغب؟ فين الشغب؟ فين بالكم هاد الشغب؟ بالله عليكم راه هادشي راه عارف، يحاولوا يحيدوا هاد. انا راه كيبان لي بحال ميزة عنصري على الجمهور الرجاء. الجمهور الرجاء راه جمهور عالمي، وحنا الحق الدستور ديالنا حقنا حق نزولوا كيف ما بغينا، عندنا الحق نمشيو للرباط، نمشيو للفاس، نمشيو للناظور، نمشيو لتطوان، نمشيو اي بندم، ما عندهمش الحق باش يمنعونا، ما كاينش شي منع. بحال ديك النهار داخلين غاديين الجديده وتيقول لي الا ما عندكش لاكارت ديال الجديده ما غاديش تدخل التيران، الا عندك ديال الدار البيضاء ممنوع الدخول. ملي عطيتو لاكارت، انا كان مقيم برا، قال لي عطيتو لاكارت ديال برا، قال لي وانت راك رجاوي، ودابا ها انتم انا باش تعرف القضيه مقصوده، حشومه عار، وحاولوا تطوروا الكره الوطنيه، لان هادشي راه كيضر في الكره الوطنيه. هذا ما كانوا وبزاف ما يتقال، راه بزاف ما يتقال على هادشي ديال الجمهور ديال الرجاء. حاولوا راه ماشي الا حضر الجمهور غادي يكون الشغب. انا بالنسبه لي انا دابا جيت دابا واحد الاسابيع باش نتفرج في الرجاء، تيكاين المنع، ونتمنى في الماتش ديال اللي غيكون ان شاء الله نهار الاربعاء مع المغرب فاسي يخليوا الجماهير تحضر تشوف الفريق ديالها المفضل، ونتمنى ونمشيو في واحد المسار مزيان كما بدينا به، وان شاء الله راه البطوله دي رجاويه ان شاء الله. ناخذوا اكزومبل حاجه وحده، حنا راه مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم، وراه ما يمكنش لنا دابا الا هادي نبدا نديروا هذا المنع هذا، وتصور دابا ما غتجي الجماهير ديال الانجليز وديال ايطاليا والالمان وغادي نجيو غادي نمنعهم ما يمكنش يحضروا المقابلات. راه هنا خصكم في هذا الفرق الوطني بعدا تكونوا ديجا حاكمين المقابله الحضور ديال الملعب، لان خصنا يكون سميتو الولوج للملعب وتحضير الجمهور، وماشي يغلبوا عليكم هاد الجماهير اللي كتحضر دابا ديال الرجاء ولا هذا. ما تقدوش عليها، ويا حسره تجيبوا ابني غيجي كوب دافريك ولا كوب ديموند وغادي يجيو اللي هوليغانز ديال العالم. ودابا تصور دابا في الماتش غيكون عندك لاعبين الارجنتين ومع الالمان، واش غادي تحبسهم؟ غتحبس شي فريق هذا؟ راه لا يعقل، راه خاصكم يكون واحد الاجتهاد، ومن هنا خاصكم تبينوا بانكم انتم راه قادين باش تنظموا كاس العالم وكاس افريقيا، وانتم دابا بطوله ما قادينش عليها.
حصراها باش غادي تنظم كاس افريقيا وكاس العالم. راه بينو خدمتكم بينو، وبحال داك التيران اللي لعبتو فيه البارح صاحبي، حشومه كاع وحشومه، كلاسيكو كاع الناس كتفرج فيه، دايرين هذاك البني خدامه، ما عندكم تيرانات. ونتمنوا يكون واحد شويه ديال الاجتهاد وتمشي الكره الوطنيه لقدام. ما الا بقينا بحال هكا راه كتقتلوا في الكره، والله لا كتقتلوا فيها، ونتمنوا خير. السلام عليكم. بعدا هذا خطا كبير، بعدا إلا حنا كنستضيفو كاس افريقيا وكاس العالم وكتحبس الجماهير، جماهير عالميه يعني كتحبسها وما تخليهاش تدخل بوحدها، يعني هادشي خطير. بغينا نعرفو شكون اللي حابس علينا الجماهير ما تدخلش للملعب، شكون هما؟ بغينا نعرفوهم. عطيونا شي قرار، شي حاجه، شي وثيقه، شي حاجه كتمنعنا، وراه غير قانوني باش تمنع علينا حنايا الجمهور ديالنا ما يتفرجش فينا. حشومه وعيب وعار، والفرقه في ازمه والجمهور ديالها هو راس مالها، يعني هادشي خطير. انا بغينا نعرفو احنا شكون هذا اللي كيمنعنا باش ما نتفرجوش في الفرقه ديالنا، شكون هو هذا؟ هذا هو المشكل. خصنا نعرفوا شكون هو هذا الشخص اللي كيمنعنا حنا ما نبقاوش نمشيو للملاعب نتفرجوا في الرجاء. حنا كنا بكري كنمشيو كنتفرجوا في فاس، وجده، بركان. فاش كنطرب في بركان كنا كنمشيو كنضحكوا وكنجيو، وكانوا الناس كيبغيو الفرقه ديال الرجاء، جمهور الرجاء، وكنمشيو الناس كيتمعشوا معنا، كياكلوا ويشربوا معنا، كنتبرعوا، كنباتوا في لوطيلات، كنباتوا في مولاي يعقوب، كنباتوا في عين الله، ما خلينا فين مشينا بتنا. ولكن هاد الناس هادو ما عرفناهمش اش داروا لينا، اشنو هو السبب؟ إذا كان شي سبب يوريوه لينا. حنا راه لقينا ناس داخلين ضدنا، ناس داخلين ضدنا، وهما اللي دايرين لنا الشغب، وهما اللي نولوا لنا الصداع في التيران. ناس كنعرفوهم داخلين ملبسينهم اللبس ديالنا ودايرين لنا هذا المشكل. ملي جينا نقلبنا لقيناهم من فرق أخرى. بالله عليا الماتش ديال الرجاء في خريبكة، هذاك الماتش ديال الرجاء وخريبكة، راه جمهور ديال خريبكة جاي مستند فراقي اخرين، ودير الشغاب لينا حنا، علاش ميزين عليهم كيعطيهم؟ جاو لبسوهم وقال لهم هانتوما حتى القلب هذا، بدا تشيروا بدا ديروا باش نمنعوهم. حنا عارفينو، حنا راه عارفين هادشي، ولكن حنايا كنصبروا وديما رجاء، وكنبغيو ديما الرجاء كما بغا تكون نوعها. حنا راه معاكم والزمن طويل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.